والزوجي كان يتحرش بي وقطعته مقاطعة تامة، هل يجوز أن أسامحه في هذا الشهر المبارك؟ أنا حائر. لا، لا تسامحيه. لا تسامحيه. رجل يتحرش بك تسامحيه؟ طب ما تسامحيه، سيدخل البيت ويسلم عليك وانت بقى مرات ابنه يا حبيبتي، ونبدأ بقى ايه، نعيد القصة من جديد. لا تسامحيه، وأمره على الله.